إليك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت.
لكي تثبت في أقوالك وتغلب في محاكمتي. ها أنا ذا بالآثام في بلادي وبالخطايا ولدتني أمي، لأنك قد أحببت الحق وأوضحت لي غوامض حكمتك ومستراتها. تنضحني بالزوفة فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني بهجة وسرورا فتبتهج عظامي الجميلة. اصرف وجها عن خطاياي وامحو كل مآسي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، وروحا مستقيما جدد في احشائي. لا تطرحني من امام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحي بهجه خلاصك ولمحر ياسين عضدي، فاعلم الاثمه تركك والكفره اليك يرجعون. انقذني من الدماء يا الله اله خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحتي، لأنك لو أسرت الذبيحة لكنت الآن واحد. لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصح. القلب المتخشع والمتواضع لا يرجو الله. أصلح يا رب مما سررتك صنيعك، وابني أسوار أورشليم. حينئذ تسر بذبيحة العبد قربانا ومحرقات، حينئذ يقربون على مذبحك الأرض. لوريتوس رب يسوع المسيح ارحم عبيدك نفوسا واجسادا تبهجون ايها السيد بزيت الابتهاج دائما به تحفر المؤمنين فارأى في الآن مشفقا على من
رب يسوع المسيح ارحم عبيدك. أيها المسيح اكتم حواس عبيدك ببشر وبشاشة بختم المراحم، جاعلا مداخلها طريقا لا تسلكها جميع القوات المضادة. المجد للآب والابن والروح القدس. قد علمتنا أن يدعو الضعفاء قدامك إلهيين أيها الرحيم، فيخلص بالصلوات ومسحة زيتك. فارحم هؤلاء المعذبين الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. أمين. يا والدة الإله الأم البتول الكلية القداسة، يا سترا حريزا ومينا وسلما وسورا وقلعة، وحدك رجائي فرأتي. رب يسوع المسيح ارحم عبيدك. أيها الصالح أنت بحر المراحم، فارحم هؤلاء المرضى يا من وحدك تملك الرحمة الإلهية. رب يسوع المسيح ارحم عبيدك. يا أيها المسيح قد قدست بختمك نفوسنا والأجساد، فتعهدنا واشفي بيدك جميعنا. المجد للآب والابن والروح القدس. يا فائق الصلاح بمحبة نطوسك، فبنت دهنات الطيب من الزانية، فارأف الآن بعبيدك الآن وكل أوان من دهد الدابرين. أمين. أيتها الطهور الجديرة بالتسبيح والفائقة الصلاح، ارحم المنصوحين بالزيت وخلصيه. ربي يسوع المسيح ارحم عبيدك. يا رحيم، يا من أوضحت المسحة في الملوك بالزيت حسب أمرك ولرؤساء الكهنة أيضا، لذا خلص برحمتك المرضى المعذبين. ربي يسوع المسيح ارحم عبيدك. لا تمثث شركة الشياطين الممرمرين هذا المختوم الحواس بالدهن الإلهي يا مخلص، لكن أنت فلتكتنفه في ستر مجدك. المجد للآب والابن والروح القدس. يدك من العلا امدد يا محب البشر، وقدس زيتك هذا ليكون صحة لعبيدك ونجاة من الأسقام يا مخلصنا الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. أمين. يا عذراء، ظهرت كزيتونة مثمرة في هيكلك الإلهي، فبك غدا العالم مهلوءا بالمراحم، فخلصي عبيدك هؤلاء. فائق الصلاح ينبوع المراحم من كل الأضرار، أنقذ المتجئين بإيمان حار إلى رحمتك التي لطوسك، وأزل عنهم الأضرار وامنحهم نعمتك من العلاء. رب يسوع المسيح ارحم عبيدك. أنت الإله المخلص، يما برحمتك تشفي الكل من آلام نفوسهم وتهوى ونهشم أجسادهم وتهشم أجسادهم، فامنح السقماء أولاء الصحة والشفاء. رب يسوع المسيح ارحم عبيدك. أيها الرب، رؤوس الكل بالزيت تمسحها من مبرها إيانا نحن المعذبين، فامنحنا برحمتك العظمى فرحا وسرورا نحن الطالبين منك الفداء. المجد للآب والابن والروح القدس. أي مخلص بصلوات الكهنة، غدا ختمك كسيف يكفر الشياطين وقنار تبيد الآلام، فنحن قابلين البرء بإيمان مسبحك الآن وكل أوان من دهر الداهرين. أمين. أم الإله هويتي في أحشائك الضابطة بكل القوة كإله مختبر، صار منك متجسدا تنقض إليك أن تستعطي فيه على المرض. ربي يسوع المسيح ارحم عبيدك. ارحم بعظيم رحمتك الإلهية جميع السقماء، لأننا يا مخلص اجتمعنا في سبيلهم لكي بحال سرية نرسم قوة رأفاتك بدهن الزيت، فارحمهم مفتقدا. ربي يسوع المسيح ارحم عبيدك. ارحب بسيول مراحمك الغزيرة ودهن الكهنة أسقامنا وأضرارنا وأوجاعنا المختلفة، لكيما إذا خلصنا لك نمجد شاكرين. أيها الرب ذو الرحمة الواسعة، نبارك الرب الآب والابن والروح القدس الإله. عنا لا تبعد رحمتك نحن الذين نرسم علينا صليب كل قوة الظافرة عن طريق زيتك المبهج، ولا تهملنا يا سيدي، فلك نصرف بإيمان. بارك الرب يا كل أعمالك الآن وكل آن وإلى دهر الدارين. آمين. صارت بيدك لنا إكليلا ساحبا مواكب الأعداء وهادما لخصومهم، فلذلك نمدحك أيتها النقية نحن المكللين بنورك.
طيب المواهب المبهج للنفوس. ربي يسوع المسيح ارحم عبيدك ايها الرؤوف، تطلع من السماء على الكل واعلن رحمتك وقوتك معينا للمتقدمين لكي ينالوا من الكهنه مسحه الالهيه ارحم عبيدك أيها المخلص القادر والغني بالصلاح. إننا نظرنا إلى بيتك الشريف الذي به مسحت أفضل من شركائك مانحا إياه للمعمد. المجد للآب والابن والروح القدس أيها المخلص الرب الرحيم، أنقذ العبيد من أوجاعهم وشدائدهم شفاء نفوسهم والأجساد الآن وكل آن وإلى دهر دهير آمين. يا كلية الطهر كوني لنا شفيعة مجيبة واقبلي تسبيحا الآن يرجون شفاعتك بواجب الاستئهال حقا نغضب والدة الإله دائمة الطوبة البارية من كل العيوب. أمة إلهنا
في هذا الهيكل الشريف، وانصح بالزيت الإلهي عبيدك الذين أذنتم أسقامهم.
قوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. المجد الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ولدت الذاكرين أمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر خطايانا يا سيد تجاوز عن سيئاتنا. يا قدوس اطلع واشفي أمراضنا من جسمك. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. المجد الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ولدت الذاكرين أمين. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. ربنا الجوهر أعطنا اليوم واتوب لنا ما علينا كما نحن لمن لنا عليه ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. لأن لك الملك والقدرة والمجد يا رب الأرض ولك الملك القدوس هذا وقت أوان وإبادة الداخلين. والقديسين الذين أقيم أسكارهم يوم هذه القديسين أحمد وقدسة بما أنك صالح ومحبوب بشر صلوات أبائنا والقديسين أيها المسيح المسيح الله محمد وقدسة Oh.
الشفاعة حتى تهل إلى المسيح في خلاصنا.
اجتهدوا أيها الصديقون بالرب، فإن التسبيح يليق بالمستقيمين. فصل من رسالة القديس يعقوب الرسول الجامعة. يا إخوة، اتخذوا الأنبياء الذين تكلموا باسم الرب قدوة في احتمال المشقات وفي طول البلاء، فإنا نطوب الصابرين، وقد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب، لأن الرب متحنن جدا ورؤوف. وقبل كل شيء يا إخوتي، لا تحلفوا لا بالسماء ولا بالأرض ولا بخصم آخر، ولكن لتكن نعمكم نعم ولاؤكم لا، لئلا تقعوا في الدينونة. هل فيكم أحد في مشقات فليصلي، أو في سرور فليرتل؟ هل فيكم مريض فليدعو خصوص الكنيسة وليصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب؟ فإن صلاة الإيمان تخلص المريض، والرب ينهضه. وإن كان قد ارتكب خطايا تغفر له. اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات، وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي تبرئوا. فإن طلبة الصديق الفعالة تغتفر كثيرا. يعمل هذا الأحياء، فأراد أن يذكر
كن معهم على الدوام حاضرا
وحافظا باقي سنين حياتهم ليسلكوا في عدلك فلا يكون من ثم موضوع شمامك للشيطان حتى يتمجد بهم ايضا باسمك القدس. لان لك ان تحرم مخلصنا ايها المسيح الى ربنا، واياك نرفع المجد الى ابيك الذي لا بد له وروحك الكل كنتم صالحا روحي وكل اوان والى دهر الدارين امين. الرب نوري ومخلصي فممن افاد، الرب عابد حياتي فممن افزع، خصم من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل كورنثوس. يا إخوة أنتم جسد المسيح، وكل واحد منكم عضو منه، وقد وضع الله في الكنيسة الرسل أولا والأنبياء ثانيا والمعلمين ثالثا ثم المعجزات ثم مواهب الشفاء والإغاثات وحسن التدبير والتكلم بلغات، ألعل الجميع رسل، ألعل الجميع أنبياء، ألعل الجميع معلمون، ألعل الجميع صانع معجزات، ألعل للجميع مواهب الشفاء، ألعل الجميع ينطقون بالألسنة، ألعل الجميع يترجمون، ولكن تنافسوا في المواهب الفضلى، وأنا أريكم طريقا أفضل جدا. إن كنت أنطق بألسنة الناس والملائكة ولم تكن في المحبة، فإنما أنا نحاس يطم أو صمد يرن. وإن كانت لي النبوءة وكنت أعلم جميع الأسرار والعلم كله، وإن كان لي الإيمان كله حتى أنقل الجبال ولم تكن في المحبة فلست بشيء. وإن فرقت جميع أموالي لإطعام المساكين وأسلمت جسدي لأحرق ولم تكن في المحبة فلا أنتفع شيئا. المحبة تتأنى وترفق، والمحبة لا تحسد، المحبة لا تتباهى ولا تنتفخ، ولا تأتي قباحة ولا تلتمس ما هو لها، ولا تحتد ولا تظن بالسوء ولا تفرح بالظلم، بل تفرح بالحق وتحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبدا. هللويا هللويا هللويا، عليك يا رب توكلت فلا أخزى إلى الأبد، بعدلك نجني وانقذني. هللويا هللويا هللويا. ما نستقيم ونسمع قراءة الإنجيل المقدس. السلام ولروحك وسجريكم بشارة القديس متى البشير والتمير الطاهر. مجدك يا رب المجد لك. نصيب في ذلك الزمان دعا يسوع تلاميذه الاثني عشر واعطاهم سلطانا على الارواح من الجسام كي يخرجوها ويشفوا كل مرض وكل ضعف. هؤلاء أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا: إلى طريق للأمم لا تمضوا، وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا، وانطلقوا من حرير القراف الضالة من بيت إسرائيل، وفي انطلاقكم اخرجوا قائلين: قد اقترب طهر القدس رقيق الموتى.
المسيح. ارحمنا يا الله كافي رحمتك نطلب إليك فاستجب عنها. ودع الموتى يفنون موتاهم ولما دخل السماء
بالزيت مع الصلاة أمراض الشعب، أنت اجعل هذا الزيت أيضا لشفاء المنصوحين به وللخلاص من كل مرض ومن كل استرخاء ولنجاة من الشرور لأجل متوقعين منك الخلاص. نعم أيها السيد رب إلهنا القادر على كل شيء، إليك نطلب متضرعين أن تخلصنا جميعا يا طبيب النفوس والأجساد وحدك، خلصنا جميعا أيها الشافي جميع الأصنام، اشفي عبيدك هؤلاء وأنقذهم من مرجع سقمهم بمراحم صلاحك واستقبلهم برحمتك ورأفتك وأقص عنهم كل ضعف ومرض لينظروا بيدك العزيزة ويتعبدوا لك بكل شكر، حتى إننا إذا حظينا نحن أيضا بمحبتك للبشر التي لا توصف نسبحك ونمجدك أيها الصانع العظائم المجيدة والمعجزات البارية، بأن لك أنت الحمام المخلصنا يا إلهنا وإليك نرفع المجد والآب والروح القدس وفي الأوان وإلى دار الدارين. أنت يا رب تحفظنا وتسترنا من هذا الجيل، خلصني يا رب فإن البر قد فني، فصل من رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس.
كيريا لايسون كيريا لايسون. وإن مظلومنا في الرحمة والحياة والسلامة والعافية والخلاص لعبيد الله المجتمعين في هذه الكنيسة المقدسة وجميع الفرد والخطاب والأحزان خطاياهم الطوعية والكلية. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. يا لك الإله الرحيم والمحيط للبشر وإليك ندفع نجدائك والآب والإخوان والقدس آمين. يا من يعطي الشفاء لكل من هو في سقم ومرض طويل، يا من دعوتني رائدا على الخاطئ المسكين غير المستحق، المتوغل في الخطايا الكثيره والمتمرد في حقه ملاذ الاهواء، وان تدفني الى درجه الكهنوت المقدسه الثانيه وقت الدخول الى داخل الحجاب الى قدس الاقداس، حيث يجتهد ملائكه المقدسون التطلع والسماع صوت بشاره رب الاله، ورؤيه وجه الاقدمه المقدسه والتمتع بالخدمه الطاهره يا من أهدني أن أخدم أسعارك السماوية وأقدم لك قرابين ذبائح عن خطايانا وأن أنمع جهلات الشعب وأن أكون وصيفا من أجل خيرانك الناطق لكي تغفر خطاياك بكثرة محبتك للبشر الذي لو تصلاه الصلاة فأنت أيها الملك ذو الصلاح الفائق أصغي إلى صلاتك هذه الساعة وفي اليوم المقدس وفي كل آن ومكان واسمع صوت تضرعي وهب الشفاء لعبيدك المطروحين في أمراض النفس والجسد والنحن سماء حتى خطاياهم وغفران ذنوبهم الطوعي والكثير واشف جراحهم عالما الشفاء مع كل مرض وكل استرخاء واعطيهم شفاء النفس يا من مسح ما تطوف روسه ففرقت الامه وقامت تخدمك انت ايها السيد خول هؤلاء الشفاء ومن نفاق من كل وجع مفسد واذكر رأفتك ومراحمك الغنيه واذكر النية نساء كثيره ما تنجنحوا الى الشر منذ حداثتي وليس من احدنا على الارض بلا خطيئه بل انت وحدك بلا خطيئه يا من اتيت وخلصت الجنس البشري واعطاك من عبوديه العدو ان عزمت على محاكمه عبيدك فلا يوجد احد نقيا من الدنس بل كل فم يسد غير قادر ان يجاوب لان عملنا كله امامك وبمنزله نجاسه لاجل ذلك لا تذكر يا رب خطايا شبابنا لانك انت رجاء القانتين وراحه المتعبين والمثقلين بالخطايا وإليك نرفع المجد وإلى أبيك الأبرار الأول وروحك الكل القدس الصالح والمحيي آمين الآن وإلى أبد الآخرين آمين. حمنا يا الله بعظيم رحمتك وتمسك شريعتك الحماسني سني كثيرا من اسم الخطيئات تظهرني الحكمة وصلني رسالة القديس بولس الرسول يا أهلي واطيا يا إخوة أما ثمر الروح فهو المحبة والفرح والسلام وطول الأناة واللطف والصلاح والإيمان والوداعة والعفاف وهذه ليس ناموس ضدها والذين هم للمسيح صلبوا أجسادهم بكل ما فيها من أهواء وشهوات فإن كنا نعيش بالروح فلنسلك بالروح أيضا ولا نكن ذوي عشب ولا نغاضب ولا نحسد بعضنا بعضا أيها الإخوة إذا أخذ أحد في زلة فاصلحوه أنتم الروحيين بروح الوداعة وتبصر أنت لنفسك لئلا تجرب أنت أيضا أحمل بعضكم أثقال بعض وهكذا تم ناموس المسيح.
نسمع قراءة الإنجيل المقدس. السلام لجميع روحك. فصل شريف بشارة القديس متى الإنجيل البشير والتلميذ الطاهر. مجدولك يا رب المجدولات. لمصري لذلك الزمان أتى يسوع إلى نواحي صورة وصيدا، وإذا بامرأة كنعانية قد خرجت من تلك الحقول وصرخت إليه قائلة: ارحمني يا رب ابن داود، فإن ابنتي بها الشيطان يعذبها جدا. فلم يجبها بكلمة، فدنا تلاميذه وسألوه قائلين: صرفها فإنها تصيح في إخرنا. فأجاب وقال لهم: لا أرسل إلا إلى الخراف الضالة من بيت إسرائيل. فأتت وسجدت له قائلة: أغثني يا رب. فأجاب قائلا: ليس حسنا أن يؤخذ رمز البنين ويلقى لجراء الكلاب. فقال: نعم يا رب، فإن جراء الكلاب أيضا تأكل من الفتات الذي يسقط من موائد أبابها. حينئذ أجاب يسوع وقال لها: امرأة عظيم إيمانك، فليكن لك كما أردت. فشفيت ابنتها من تلك الساعة. قائلا: مهما ربطتموه على الارض فليكن مربوطا في السماء،
ومهما حللتموه على الأرض فليكن محلولا في السماء. وأيضا إن تركتم لقوم خطاياهم فلتترك لهم، وإن أمسكتموها عليهم فلتمسك. وكما استمعت إلى حصية في حزن نفسه عند ساعة موته ولم تضبط طلبته، هكذا استمع لي أنا عبدك القاتل المسكين غير المصحف، استجب طلبتي في هذه الساعة، لأنك أنت أيها الرب يسوع المسيح قد أمرت بصلاحك ومحبتك للبشر أن يترك للساقطين في الخطايا 70. أيها التواب على شعورنا، يا من تفرح برجعة الضالين، لأنه كما هي عظمتك كذلك هي رحمتك. فإليك نرفع المجد وإلى أبيك الذي لا بد له ولوحك الكريم صالح الرحيم أرضنا وآمين وإلى دهر الدارين. لا تصرف وجهك عن عبدك فإني حزين. إني بائس متألم، فليعبدني خلاصك يا الله. أصل رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي. يا إخوة، نطلب إليكم أن تعظوا أصحاب البلبلة وتعزوا صغار النفوس وتسندوا الضعفاء وتتأنوا على الجميع. احذروا أن يكافئ أحد شرا بشر، بل اعملوا الخير دائما بعضكم لبعض وللجميع. افرحوا في كل حين، صلوا بلا انقطاع، واشكروا على كل شيء، لأن هذه مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. لا تطفئوا الروح، لا تزدروا النبوءات، امتحنوا كل شيء وتمسكوا بما هو حسن، امتنعوا عن كل شر، وليقدسكم إله السلام نفسه بالتمام. ولتحفظ أرواحكم ونفوسكم وأجسادكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. لينصرك اسم إله يعقوب. هللويا هللويا هللويا. لكن الأصحاب
يا من يشاء أن يخلق سوى جميع الناس يدخل إلى معرفة الحق، يا من لا يشاء الموت القاطع فلم يرجع فيحدث، لأنك أنت يا رب وراءك هو أن الخطأ في العهد القديم لداود ولأهلنا وللذين من قبلهم والذين من بعدهم، ولما حضرت إلى الأرض وتجسدت لم تدعو الصديقين إلى التوبة والخطأ تلك العشار والزاني والمس، فبوس المعظم الذي كان يجلف عليك ويضطهدك قد قبلته بالتوبة، وبطرس رسولك الهامد بعد ان جعلك ثلاثا قبلته بالتوبه ووعدته قائلا انت بطرس وعلى هذه الصخره في كنيسه وابواب الجحيم لن تقرا عليها واعطيك مفاتيح ملوك السماوات، ولذلك نحن واثقون بمواعيدك الصادقه ايها الصالح المحب البشر، اليك نتضرع واياك نسال في هذه الساعه ان تستمع تضرعنا وتتقبله كالبخور المقدم لك وتفقد عبيدك، وان كان قد خطئ اليك بالقول او بالفعل او بالفكر الينا في نهار، او حصلوا تحت لعنه كاهن، او سقطوا في نعمه من ذاتهم، او ماتوا احدا بيمين كاذبه او صادقه، فاليك نطلب واياك ان نسال القائلين اصفح واترك اغفر لهم يا الله، متجاوزا عن خطاياهم واثامهم الصائرة منه بمعرفة أو بشيء، وإن كانوا قد تجاوزوا وصاياك وكذبوا بشيء كإنسان لابسين جسدا وساكنين في العالم، أو كانوا قد خطئوا من فعل شيطان فاغفر لهم بما أنك إله صالح كل البشر، إذ ليس إنسان يحيا ولا يحيا إلا أنت وحدك بريء من الخطأ، وعدلك عدل إلى الأبد وقولك حق، لأنك لم تخلق الإنسان إلا لكن للعمل بوصاياك وميراث الحياة التي لا لك، وإليك نرفع المشى وإلى أبيك الجبل له وروحك للمحي وجميع قديسيك، لأن
أيها المسيح إلهنا الحقيقي بشفاعاتك القدس إلى الطهارة الوريد من كل عيب وبالروح السليم الكريم المحيي والقدس السليم صديقين وكيما وعنا تجدين من الله والقديس النجيب كل النبيه يعقوب رسول الأحباب وجميع المسيح محمد وقدسنا لما أن أصاب المجد للذي قد مجدك المجد.